في ناس قالت شكل كده سوقهم واقف في التمثيل، وعلشان كده راحوا يغنوا ويعملوا كمان كليبات. واللي كلفت جدا كمان الفنانات اللي راحت عملت كليبات دي كلها كانت جريئة وعليها كلام كتير. خليكم معايا وانا هقول لكم مين الفنانات اللي اتجهت للغناء وكانت مفاجأة ناس كتير. فنانات كتير الفترة اللي فاتت قرروا انهم يعملوا اغاني، ومش شرط قوي يعني نقول على اللي عملوه ده غنى، لان في ناس قالت ان صوتهم مش اصوات مطربين، بس كلهم عملوا كليبات ونزلت السوق والناس اتفرجت عليها. يعني عندك مثلا اخر فنانة عملت فيديو كليب هي رانيا يوسف. ايوه رانيا يوسف محدش كان يتوقع ابدا انه يشوفها في كليب بتغني فيه، بس اهو حصل. ومع نزول اجزاء من الكليب للاغنية اللي قررت تسميها ليك، ظهر فيها بعض اللبس الجريء اللي الناس متعودة عليه من رانيا، وكمان بعض الحركات اللي الناس اعتبرتها انها جريئة، بس ده كله عادي ومتوقع منها مفيش مشكلة. اما بقى اللي الموضوع ضرب معاها شويتين ثلاثة الفترة اللي فاتت في موضوع الغناء هي ايتن عامر، اللي نزلت اكتر من اغنية والفترات بينهم كانت قريبة قوي، واشتغلت عليهم كويس قوي في التسويق علشان ينجحوا. بس ايتن مش جديدة على عالم الغناء زي رانيا يوسف، وده لانها في اكتر من لقاء كانت بتغني وبتقدم نفسها على انها ممثلة وكمان صوتها حلو وبتغني، ولما جات لها الفرصة انها تعمل كليبات وتغني عملت ده. فكانت اول اغنية ايتن عامر تقدمها وتبقى بتاعتها كانت سنة 2022 واللي اسمها بناقص، وبعدين قررت انها تعيد التجربة تاني وتالت، والسنة دي نزلت اغنيتين. كانت اول واحدة فيهم اسمها خطفت رجالة، وفي ناس وقتها فكرتها بتلقح على جوزها السابق، وخاصة لما خرجت في رمضان اللي فات وقالت ان ايتن عامر اتعرف عليها ستات تانية عادي، وكانت في الوقت ده منفصلة عن جوزها. اما الاغنية الاخيرة فكانت افراج، واللي بتحكي فيها عن انها اخدت افراج خلاص من اللي بتحبه ومش هترجع له تاني. وايتن مغمقة شوية نوعيات الاغاني اللي بتغنيها، بس ألحانها فريحي، ده غير بقى انها لما بتتواجد في مكان في حد بيغني بتطلع تغني معاه، زي ما عملت في حفله من حفلات رضا البحراوي وقلبت الدنيا على المسرح. بس بقى مع التجارب دي لما جوزك يكون مخرج كبير ويشجعك تعملي اغنيه، وكمان مع مطرب مسمع، لازم توافقي على طول وكمان تعتبريها تجربه لذيذه. وده بالظبط اللي عملته ياسمين رئيس في اغنيه تفتحي شباكك مع حسن شاكوش، واللي كان مخرج للكليب هو جوزها وقتها هادي البجوري. وطبعا الكليب سمع جدا، ما هو ان ياسمين تطلع تقول كوبليه في اغنيه دي برضه حاجه مش هينة. اما بقى اللي كانت واخده الطريق من اوله هي الفنانه بشرى، ودي كل الناس عارفه انها سبع صنايع، وهي ممثله ومغنيه ومنتجه، وكانت اول اغنيه عملتها كانت سنه 2000 وكان اسمها مكانك، وبعدين عملت اكتر من اغنيه طول مشوارها الفني، كان منها تبات ونبات مع محمود العسيلي سنه 2007 وبحن تاني، وكان برضو من ضمن الاغاني اغنيه كبرى اللي غنتها وقت مشكلتها مع محمد رمضان، وكانت بترد على اغنيه ليه وقتها. يعني بشرى نقدر نقول عليها انها في قار الاغاني من زمان قوي، مش حاجه جديده عليها. اما بقى سميه الخشاب فدي كانت حاله منفرده خالص، لانها عملت سنه 2009 البوم مصر كامل، وبعدها قدمت اغاني خليجي، ده غير الدويتوهات اللي كانت مع احمد سعد وعمر كمال وغيره، واخر اغنيه كانت طرحتها هي اركب على الموجه، ودي كانت بمناسبه الصيف. مع كل الاغاني دي بقى مين من الفنانات دول اللي قدر يخطف نظرك واغنيته بتعلم معاك؟